وفي إطار خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل متحدي الإعاقة لسوق العمل وتوفير فرص عمل متميزة في بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، أطلقت الوزارة 2000 منحة تدريبية لتأهيل ودعم القدرات التكنولوجية لمتحدي الإعاقة. وأود هنا أن أشير إلى أن 70% من هذه المنح التدريبية قد تم توفيرها لأبنائنا من أهل صعيد مصر بالتعاون البناء الفاعل مع القوات المسلحة المصرية. سيادة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والعرفان على تشريفكم لنا اليوم ودعمكم الدائم لكافة المشروعات الخاصة بتيسير حياة متحدي الإعاقة، وأتمنى أن يكون مؤتمرنا هذا قيمة مضافة لكل المعنيين بمجال التكنولوجيا المساعدة لمتحدي الإعاقة. وختاما، أتقدم بالشكر والتقدير لأصحاب الإرادة التي لا تلين من متحدي الإعاقة، كل الحب لهم وكل التقدير لقدراتهم الفائقة في مجابهة التحدي. والسلام عليكم ورحمة الله.